هنتقد فيتوريا لو ضم فتوح وصبحي لقائمة المنتخب في أمم أفريقيا. تصريحات صادمة من إعلامي شهير. تعالوا نشوف إيه الحكاية. البداية مع الإعلامي أحمد شوبير اللي علق على إمكانية انضمام محمد صبحي لصفوف المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا خلال يناير المقبل في كوت ديفوار، وده بعد إصابة أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، وبكده ما ينفعش يضم الحارس وهو خارج حسابات فريقه من فترة طويلة. أحمد شوبير خلال تصريحاته في الساعات الأخيرة ساندت فيتوريا في قرار ضم فتوح وصبحي في المعسكر الأخير، وده عشان الأزمة كانت مع بداية معسكر أمم أفريقيا والأمر حالياً مختلف تماماً. أحمد فتوح ومحمد صبحي خارج حسابات الزمالك منذ أزمة مغادرة معسكر الفريق قبل مباراة زد اف سي بمسابقة الدوري، وما ينفعش يضم الثنائي لقائمة المنتخب المشاركة في أمم أفريقيا، ولو عمل كده هنتقد فيتوريا لأنه دايماً يقول أضم اللاعب الجاهز وخلاص، والثنائي غير جاهز بسبب عدم المشاركة مع الفريق الأبيض، وبنقول للشناوي مليون سلامة. وكمل وقال إن أحمد الشناوي خلاص تقدر تقول خرج من قائمة منتخبنا في كأس الأمم الأفريقية، وده وفقاً للتقرير الطبي. الشناوي قدامه من 3-4 أسابيع للعودة، وأعتقد إن مستر فيتوريا هيعيد حساباته من جديد في حراس مرمى منتخب مصر، لكن أنا بقول لك في اتنين ضامنين مكانهم وهم محمد الشناوي ومحمود جاد، وكله هيقول لي بتقول إيه يا كابتن محمود جاد إزاي؟ هقول له اسمع مني، أنا عارف فيتوريا كويس وعارف بيفكر إزاي وبيفكر في مين، وأنا أول واحد هطلع أنتقد فيتوريا لو اختار صبحي عشان بقاله شهرين ملوش علاقة بالملعب. مين بقى هيضم فيتوريا كحارس ثالث للمنتخب؟ أعتقد هيكون محمد أبو جبل، هو عارفه وانضم معاه قبل كده للمنتخب وممكن يحطه في المعسكر حارس رابع خبرة أو شاب، وفي النهاية هيسافر بثلاث حراس. وبيستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق في السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024. المباراة اللي هتقام على ملعب فيليكس أوفوي بواني في مدينة أبيجان بكوت ديفوار ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، ويبدأ منتخب مصر مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق في الجولة الأولى، بعدها يدخل في صدام مع غانا في لقاء بالجولة الثانية على أن ينهي مبارياته في المجموعة أمام الرأس الأخضر. وتقام جميع مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيليكس في مدينة أبيجان، وهو الملعب اللي بيتسع ل 33 ألف متفرج. وفي حال تأهل منتخب مصر متصدراً المجموعة الثانية هيضرب موعد مع صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وفي حال التأهل كوصيف المجموعة هيلتقي الفراعنة مع ثاني المجموعة السادسة، أما في حال التأهل هيكون المنتخب الوطني على موعد مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة. تعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي كمان، بتحظى قرعة البطولة دائما باهتمام كبير داخل القارة وخارجها، وتترقب الجماهير قرعة كأس أمم أفريقيا.